الخير متابعي فقرة حياتك والطقس من طقس العرب، وجمعة مبارك علينا وعليكم. نهار اليوم الجمعة بإذن الله بيستمر تأثير المنخفض الجوي اللي صنف من درجة الرابعة حسب طقس العرب، بيأثر على مناطق المملكة، وأيضا هناك غبار مثارة، وطبعا رح يكون في أمطار في فترة ما بعد الظهيرة وفترة المساء، وسرعة الرياح رح تتجاوز حاجز 100 كيلومتر في الساعة. أما كيف رح تأثر هاي طبعا الأجواء المغبرة علينا اليوم، بدي أعطيكم إرشادات ونصائح هامة مش بس مقتصرة على مرضى الجهاز التنفسي وطبعا تحديدا مرض الربو، ولكن هي لجميع المتابعين لسلامتكم. طبعا اول شيء بدنا ننصحكم انكم ما تغادروا المنازل الا للحالات الضروريه جدا، واذا اضطريتوا انكم تطلعوا لازم تلبسوا الكمامات الطبيه، وكمان ننصحكم انه تاكدوا انه دائما النوافذ والابواب في المنازل مغلقه باحكام، تتجنبوا انه تدخل الغبره والاتربه على البيوت. وطبعا بدنا ننصح ايضا او ننبه الاخوه السائقين اليوم من تدني مدى الرؤيه الافقي، فديروا بالكم كثير منيح، ونتمنى من طقس العرب ومني أنا سالي فريتخ السلامة للجميع. إلى هنا، إلى اللقاء.